معاناة جديدة يواجهها الفلسطينيون في لبنان بعد قرار حظر التداول بوثائق السفر المحررة يدوياً والذي أصدرته المنظمة الدولية للطيران المدني. وثائق السفر الفلسطينية الصادرة في لبنان لا تراعي المعايير الدولية من حيث الحجم، بالإضافة إلى أنها محررة بخط اليد، أمر منع الفلسطينيين الذين يحملون وثائق صادرة عن السلطات اللبنانية من الخروج من لبنان أو الدخول إليه. بنتي شوية تعبانة وعملت لنا موافقة من وزارة الخارجية بالسعودية أول 2017 راح يصير في تغيير للوثائق الفلسطينية. شعرنا بإحباط، يعني أنه إحنا يعني صرنا مثل محبوسين هون. اللاجئون الفلسطينيون الممنوعون من ممارسة 72 مهنة وفق قانون العمل اللبناني يلجأ القسم الأكبر منهم إلى السفر للعمل في الخارج أو يعتمدون على أموال يرسلها حوالي 200,000 مغترب من أبنائهم حسب منظمة شاهد الحقوقية. تواصلنا مع منظمة الطيران الدولي بهذه المسألة وقالوا هذه مسألة سيادية مرتبطة بكل دولة، لا يعقل أن الفلسطيني محروم من العمل ثم أفق العمل غاب الآن. 447,000 لاجئ فلسطيني مسجلين في لبنان حسب الأونروا ينتظرون وعود الحكومة اللبنانية لحل أزمة وثائق السفر التي يعاني منها الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء. بادر معالي الوزير لأعطاء توجيهاته للإعداد لإصدار هاي وثائق سفر فلسطينية المقروءة آليا كإجراء مؤقت، لأنه نحن بشهر 8 بنستلم المشروع جواز سفر البيومتري، وملحوظ ضمن هذا المشروع الوثائق السفر الفلسطينية. 65,000 وثيقة سفر فلسطينية ستصدر حسب وزارة الداخلية خلال شهرين، وفي هذه الأثناء يفوت طلاب فلسطينيون كثر منحا كما يضيع خريجون فرص عمل في الخارج.